الترحاب بكم أعزائي في القوى المعممة والمزيد بالفيزياء. يندرج استخدام القوى المعممة في ميكانيكا لاغرانج حيث تتناقص مهامها مع الإحداثيات المعممة ونحصل عليها من القوى التطبيقية I تساوي 1.N.Fi، والمؤثرة في أي نظام يتميز بمواصفات محددة في مصطلح الإحداثيات أو مصطلحات الإحداثيات المعممة. في معادلة الشغل الافتراضي، كل قوى معممة هي معامل اختلاف للإحداثيات المعممة. مبدأ المابرت أو مبدأ ليمبرت، طبعا صاغ ليمبرت ديناميكيات الجزئيات كتوازن القوى المطبقة مع أي قوة قصور ذاتي تسمى القوة الظاهرة. مبدأ ليمبرت هو وقوة القصور الذاتي الجزئي PI للكتلة MI هي كما نرى هنا FI تساوي M، طبعا هنا نرى سالب MI I وأيضا I تساوي 1 إلى آخره من الأعداد الحقيقية وN، بينما كما لدينا I G هو تسريع للجزيء. إذا اعتمد تكوين نظام الجزيئات على الإحداثيات المعممة Q G G تساوي 1 إلى آخره M، فمن ثم نحصل على قوة القصور الذاتي بواسطة كما نرى Epsilon N و I تساوي 1 F I ضرب 6 V على 6 Q G وفاصلة طبعا جي هي تساوي 1 إلى آخره M. إذن الأحداثيات، أو من هنا نأتي إلى الزخم الزاوي، ويتم إعطاء متجه الزخم الزاوي الحركة المستوية لنظام صلب في الجسيمات بواسطة استخدام مركز الكتلة C كنقطة مرجعية كما نرى. أيضا تحديد لحظة القصور الذاتي بالنسبة للمركز، ثم تبسيط معادلة الزخم الزاوي إلى لحظة الجمود كما نرى واحد سي حول محور عمودي على حركة النظام الصلب وعبر مركز الكتلة يعرف بالعزم القطبي للقصور الذاتي. على وجه التحديد إنها اللحظة الثانية للكتلة فيما يتعلق بالمسافة المتعامدة من محور أو القطب. بالنسبة لمقدار معين من الزخم الزاوي يؤدي الانخفاض في لحظة القصور الذاتي إلى زيادة السرعة الزاوية، ويمكن للمتزلجين على الجليد تغيير لحظة القصور الذاتي عن طريق سحب أذرعهم، بالتالي فإن السرعة الزاوية التي حققها المتزلج بأذرع ممدودة ينتج عنه سرعة زاوية أكبر عند سحب الذراعين للداخل بسبب انخفاض لحظة القصور الذاتي للمتزلج على الجليد، ليس مع ذلك جسما صلبا. كما نرى وهو تطبيق على الحركة أو الطاقة الحركية، تعطي الطاقة الحركية لنظام جامد في الجسيمات المتحركة في مستوى خلال داع النقطة المرجعية، تكون أو يعني النقطة المرجعية هنا تكون مركز الكتلة في النظام كما نرى. أيضا في هذه الصورة تستخدم آلة القص كما نرى هنا قصاصات الحديد، آلة القص الدوارة، عجلتان دورتان، هي في عام هذه استخدمت عام 1906 لحظة القصور الذاتي لحاذفتين لتخزين الطاقة الحركية التي تستخدم عند إطلاقها لقطع مخزون المعادن، وهذا أيضا أخذ من المكتبة الدولية للتكنولوجيا عام 1906. إذن بحيث قلنا كما لدينا في هذه الطاقة الحركية المعادلة التي تعطي الطاقة الحركية، يصبح المصطلح الثاني صفرا كما نرى، ويدخل لحظة القصور الذاتي 1 سي، لذلك فإن الطاقة الحركية تعطى بواسطة كما نرى E K تساوي نص على 1 سي دبليو 2 يعني زائد نص M V ضرب V لحظة الجمود 1 C هي اللحظة القطبية للقصور الجسم. أيضا لابد من القول الأمثلة على التي طبقت على الطاقة الحركية وطبقت عليها قوانين نيوتن، أمثلة جرار جون دير من عشرينيات القرن الماضي مع دولاب الموازنة
على المحرك تسهل اللحظة الكبيرة مع القصور الذاتي في دولاب الموازنة تشغيل الجرار. قوانين نيوتن لنظام صارم الانحبيبات هو كما نرى في هذه الصورة PII تساوي 1 فاصل إلى آخره إلى نون، يمكن كتابتها من حيث القوة المحصلة وعزم الدوران عند نقطة مرجعية R للحصول على كما نرى T epsilon N و I تساوي 1، أيضا دلتا R I X في MIAI، حيث RI يشير إلى مسار كل جسيم ولكنهما يعني يشكلان هيئة جامدة لينتج صيغة لتسريع الجسيمات PI، ومن حيث الموقف R والتسارع A كما نرى وللجسيم المرجعي، وكذلك متجه السرعة الزاوية ومتجه التسارع الزاوي أيضا للنظام الجامد للجسيمات مثل هذا كما نرى Infinity ضرب كما قلنا دلتا RI، وقلنا أنه يشير إلى مسار لكل جسيم. بالنسبة للأنظمة المقيدة بالحركة المستوية يتم توجيه السرعة الزاوية متجهات تسارع الزاوية طول الكعمودي على مستوى الحركة مما يبسط معادلة التسارع. في هذه الحالة يمكن تبسيط متجهات التسارع بإدخال متجهات الوحدة E ومن النقطة المرجعية R النقطة RI ونواقل الوحدة كما نرى، بالتالي ينتج عن هذا عزم الدوران الناتج عن النظام أيضا. هذه متجه الوحدة إنفينيتي عمودي على المستوى لجميع الجسيمات، أيضا استخدام هنا قلنا عمودي على المستوى لجميع الجسيمات.